مساء الخير للمشاهدين كل اللي عم بيتابعوني عبر قناتي على اليوتيوب. رقمين، هو رقمي اللي أنا بتلف لكم عليه، ورقم زياد اللي هو 00961705467 37. هذا رقم زياد. في كتير ناس عم شوف أنا عبر اليوتيوب وغير اليوتيوب كمان، توقعات اللي أنا بقولها، في توقعات قالتها من سنين، في توقعات قالتها من شهور، في توقعات قالتها بطريقة، كله موثق عندي وكله في تاريخ وكله في أرشيف. في ناس عمالة تنقل هالتوقعات أو عم بتقولهم نفسهم بس بغير صيغة، بس عم بينقلوا التوقعات. كمان هاي بقلكم إنه انتبهوا. وفي ناس تطلع بتقول على عدة مواقع التواصل، زياد بيقولوا على اليوتيوب، بيقولوا انه ليلى توقعت هيك، قالت هيك. انا دايما بقولكم اذا ما سمعتوا صوتي، صوت وصورة، انا ما هدول التوقعات ما بتمثلني، او مش انا اللي بكون حكي عنهم، بس ليجيبوا نسبة مشاهدة ويجيبوا نسبة ارباح. بس هذا اللي حبيت لكم اياه. فقبل ما ابلش، انا عندي كم توقع، قبل ما نبلش فيهم اذا حدا عنده اي سؤال في يساله. اوكي، بدل اكثريه الناس بدها تعرف عن وضع الدولار بلبنان. حكيت انا عنه زياد وقلت انه بيطلع لل 15، وفعلا وصل لل 15 وراح يطلع اكثر من 15. انا بشوف يعني بعد بيطلع بعد ايه له طلعه. عن الذهب كمان حكينا هذيك المره، بس يمكن كان الصوت شوي خفيف. كان الصوت خفيف، هلا انا بعدني بشوف. عم يعني الذهب ما يعني ما بدنا نحكي فيه لانه ستحكي فيه كثير، انه هو بالمستقبل عملة العالم حتكون، والذهب هو راح يطلع بعد بشكل جنوني يعني طالع الذهب. لكل اللي عم بيسالوا عن لبنان، ست ليلى محضره توقعات عن لبنان بشكل عام، الا اذا حدا عنده سؤال خاص. اوكي، في ناس كمان، في ناس عم تسال عن الدولار، عن الوضع بالكويت وعن اهل الكويت. سمعت امبارح اول امبارح حدا دق لي وسمعنا خبريه. انا قلت، حكيت كذا مره زياد عن الكويت، انه في تغيير بقلب الحكومه، في ملفات الفساد بدها تنكشف بالكويت، حتى انه في اشياء رح نشوفها بالصوت والصوره بالملفات الفساد اللي حتكون، والحاكم بحكمته ما رح يقبل هالشي، ورح يصير في تغيير بإذن الله، وإن شاء الله الكويت بتنعم بالأمن والأمان، وما يكون فيها أي يعني أي هزات. رح تتشكل الحكومة وين؟ بلبنان. لا، ما في شيء ما حيتشكل يعني عاجلا أم آجلا، يوما ما أكيد رح تتشكل، بس نحن بنقول الوقت بإيد رب العالمين. لكن أنا بشوف بإذن الله أنه الشيخ سعد ما في غيره هو اللي بيشكل الحكومة. الحكومة الجديدة في ليبيا، شو رأيك؟ كمان الحكومة الجديدة بليبيا بدها، قلت لك بده يصير فيها مصالحات بينها وبين بينها وبين إسرائيل، بده يصير فيها تغيرات كتير. ليبيا رح يجي يعم السلام عليها، ورح تنعم بالسلام، والنفط لن يكون إلا لليبيين، والقبائل كلها بتتحد بليبيا، ليبيا بترجع أحسن من قبل بإذن الله. بليز ما بقى حدا يسأل عن الأبراج، لأنه ست ليلى صارت يعني حكي عن موضوع الأبراج وعن موضوع الفنجان وعن موضوع الطاروق أكثر من مليون مرة. صح، يعني ما بقى حدا بليز يسأل عن موضوع الأبراج، ست ليلى ما بتقرأ أبراج. لا، لانه قلت لهم ليش انا ما بؤمن بالابراج، لانه الابراج هي تسليه مش اكثر يعني، وانا بحترم اللي بيعمل ابراج وكذا، بس انا ليش ما كثير الابراج بخدها زياد، لانه برجع بقول انه توم بيخلقوا فرد ثاني من فرد بطن، كل واحد قدره شيء وكل واحد شخصيته شيء، عرفت؟ ما ممكن انه واحد يكون مثل التاني، ما في انسان مثل التاني، ما في انسان قدره مثل التاني، كل انسان الله خلقه قدره شيء وطبعه شيء وعقله شيء،
فمشان هيك ما بآمن بالأبراج أنا. ستلاقي في ناس عم تسأل عن موضوع الانفجار مرفأ بيروت بأربعة، برأيك في حقيقة هتطلع ولا؟ أيوة يوما ما بتطلع الحقيقة. أنا عندي إلهام إنه بدها تطلع الحقيقة يوما ما، والله يرحم اللي ماتوا، الله يصبر أهاليهم. عفوا. شايف شيء عن البحرين؟ شيء معين على البحرين؟ لا البحرين إنه مثل بالعكس بدها يصير فيها استقرار أكثر، تغيرات للأحسن، خصوصا بنص 2022. بنص 2022. اوكي. فنزويلا، في كثير ناس عم تسأل عن فنزويلا. وضعهم شوي المادي والاقتصادي معاملتهم شوي فيها انحياء. فنزويلا ما راح ترجع مثل الماضي، ما بتكون مثل الماضي. في تغيرات كتير بفنزويلا، راح نشوف تغيرات كبيرة بفنزويلا للأحسن. للأحسن، بس ما هلأ، يعني مع نهاية السنة. يعني فنزويلا بتتغير، ما راح تضل بهالطريقة، إن كان عملتها، إن كان هالمافيات، السرقات اللي عم بتصير. في تغيير بفنزويلا بس مطولة شوي، مش هلأ زياد. ستلاقي في ناس عم تسأل عن إذا أنت بتقدر تساعدي بموضوع الحسد والعين يعني الأشياء الأكثر من التوقع أو أكثر من الأشياء الشخصية. ليك انا يمكن ما بتعرف عن الناس هالشيء، انه بيعرفوا انه ليلى بس انه بتتوقع قراءة او ايه شخصية، قراءة خاصة. وقراءة خاصة، لكن انا لا اكيد. يعني عدة سفرات سافرتها على عدة دول عربية، وطبعا رحت شفت شو اللي عندهم يعني. بس انا بسري، انا اللي ما ممكن اني اعطيه لحدا، كل انسان عنده سره يعني، انا عندي سري. فانا ساعدت ناس كتير، ساعدت ناس ما بتتخيل، في ناس سبحان الله. لا كيف وليه، الحمد ربنا انا عندي كتب الوالد كتير قدماء، الله يرحمه الشيخ محمد عبد النبي عبد اللطيف، والدي الشيخ ازهر مصري. فلكل داء دعاء، لكل داء دواء عندي. واكيد في ناس كتير 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 انه كثير بيسألوني عن الموضوع، بغض لا النظر عن اكيد. السؤال الشخصي، في ناس عن بتسأل عن السحر. حبيبي، في ناس بتسأل عن القرين، عن السحر الموجود لسيدنا آدم ووقت خلقت هالدنيا، يعني من أيام هابيل وقابيل السحر موجود، وحتى بالقرآن الكريم. القرين، العين، الحسد، لا عم بقول لك لكل داء دعاء عندي، أكيد عندي. وفي ناس ارتاحت كتير يعني. شو بعد؟ في كان كمان في ناس عم تسأل عن حتى زياد في مثلا اللي ما بتتزوج، اللي عفوا اللي ما بتخلف، اللي او تاخرت الخلفه عندها، او اللي ما بصير في زواج، او يعني بالمبدأ لكل شيء، لكن يعني لكل الحمد الأنواع لله، الحمد المشاكل لله، الموجودة. نشكر الله انه ما في شيء بيقع. الحمد لله. عم بيسألوا إذا في شيء امتحانات، في شيء، في شيء للمدارس بلبنان رح ترجع مثل ما نحن هلا بدنا نضل مثل ما كان، هلا نص مثل ما نحن. أونلاين ونص اي مثل ما نحن، ما في أوكي. شيء جديد. شايف شيء حرب بلبنان؟ ليك انا بحس انه حرب اهليه صعب، صعب يصير في حرب اهليه مثل ما عم نشوف. ممكن نشوف فوضى، ممكن نشوف مناوشات، ممكن نشوف مظاهرات. هلا بنحكي عنها حتى هون، على شو خايفه يعني، بنحكي عنها بالتوقعات. أوكي. دولار حكينا عنه، بليز انجي حكينا عن الدولار. سد النهضة، ما عم بعرف شو قصة سد النهضة، عرفتي شو قصته؟ النهضة أصلا بين لمصر، أثيوبيا هاي صح. ومصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يطول بعمره يا رب، حكي اليوم كمان، وكان عم بيعنيها إنه الوضع منظم شوي. وضع مأزم وما حدا بيقدر. يعني أنا بشوف بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله بتنحل، بتنحل سلمية بإذن الله إن شاء بتنحل. الله. أوكي، برأيك الذهب بعد رح يرتفع ست ليلى؟ انا ايه بس مش ضروري، انه انا بدي اقول شيء، مش ضروري زياد يرتفع الذهب اليوم وبكره ويرجع ينزل، يقولوا ايه نزل الذهب. المستقبل، الفيوتشر تبع بعد خمس الذهب، سنين تبع الذهب هو لطلوع، والدليل انه في بنوك راح تصير مش للفلوس، للذهب، بس ذهب. للفضه، للذهب ربح عالي. والفضه. نعم. اوكي.
يعني اذا انت بدك تجيب شيء يمكن بعدين ستدفع ذهب يوما ما. بصير بالذهب مثل ما كان قبل. ذهب هو الذهب عملة العالم كلها بدها تكون. اوكي، سيف الاسلام القذافي في ليبيا، تحية لإله. شايف شيء له بليبيا عم يسألوا عنه، مشكل أنا الأسماء؟ يمكن أنا من سنين حكيت قلت إنه بشوفه خارج القضبان وهذا اللي صار، لكن يوما ما أكيد له دور. أكيد. أي طبعا بإذن الله. نحن دايما بنقول إذا الله أعطاه طولة العمر، لأنه الأعمار بإيد الله والله يطول بعمره، يوما ما سيف الإسلام القذافي نعم له دور. وعلى فكرة كتير له شعبية ومحبين، وقبائل كتير راح تلتف على سيف الإسلام القذافي وراح يوقفوا معه، لأنه ليبيا عن جد عم نحكي في شخصيات أكيد بليبيا، شخصيات حابة إنه بلدها يرجع، يعني طبعا شخصيات سياسية مع احترامي كلهم لإلهم، بس سيف الإسلام راح يكون راح يرجع ليبيا يمكن مثل ما كانت أحسن من الأول، أحسن بكتير. هو عفوا قد ما أسميهم بتضيع، صعبين. الصعبين إيه طيب بس حتى مش ال الثاني لواء حفتر. طيب هاي ما تصبح تونس مثل دبي. هيدي صايروا قايلين لي اياها كثير، يعني انا حكيتها بحلقه بقلب تونس. لما انت بتقول التوقع يا اخي، نستراداموس كان قبل يتوقع وكان تاخذ معهم وقت، هلا تونس كل ما بيصير في شيء غلط تنزل العالم على الطريق وبدهم ياخذوا حقوقهم، وهيدي هي الثوره النظيفه، وهي الثوره المضبوطه بتونس. لكن انا بقول لهم للشعب التونسي انه تونس خضراء وراح تبقى خضراء، وراح تتعمر تونس، في اجانب راح يجي يستثمروا بتونس، راح يعمروا تونس فنادق. كيف شرم من انعملت وما كان قبل، من زمان في شرم الشيخ وحكينا، شرم والغردقه، تونس بدها تعمل مدن سياحيه، بدها تعمل حيصير فيها اعمار، حيصير فيها سياحه، لكن هل مش بساعه سماعه، يعني بدها تاخذ شويه وقت بس قدام راح تصير. عن الأردن في شيء؟ عن الأردن شايف شيء؟ عن الأردن في شايف، شوية أنا سرقت شوية عن توقعاتي. في شوية يعني حيصير شوية هيك لخبطة بالأردن، بعدين بحكمة الملك عبد الله بيرجع كل شيء مثل ما كانوا أحسن. ممكن برأيك يوما ما لبنان يرجع سويسرا الشرق؟ والله أنا كل العالم عم بتفلوا، كل العالم متشائمة للبنان، إلا أنا بحس إنه لبنان رح ترجع، أكيد رح ترجع يوما ما سويسرا الشرق. بدهم يعني بدي أقول لك شيء، احترنا إذا قلنا، يعني أنا عم بحكي الحقيقة، إذا قلنا مش منيحة بيقولوا بيقول بدنا. إيه، وإذا قلنا منيحة وين عايشة؟ هلا معهم حق، الوضع مزري بلبنان، العالم جيعانة، ما عم بيلاقوا دواء، ما عم بيلاقوا، يعني أنا بكيت لما شفت العالم بالسوبر ماركت هذا لبنان عم بيتخانقوا على الحليب وعلى الزيت، صح صدقني تأثرت طبعا. كتير. واللبنانية نحن عنا يا زياد بلبنان، الغربية اللبنانية اللي برا بالغربة عم بيساعدوا لبنان كتير، وقد ما فيهم عم بيساعدوا لبنان. لبنان ممنوع يجوع، لبنان بإذن الله ما راح يجوع، وهيدي قلناها. أنا بشوف لبنان يوما ما بده يرجع يوقف على إجري وراح يتعافى، وبنرجع بنقول نيالي اللي عنده شقفة أرض أو بيت بلبنان، عظيم ان شاء الله يا رب. برأيك الكويت راح تعرف حتى لو تعمل صار فيها مثل ما شايفة أنا في فوضى بدها تصير بعد مظاهرات اغتيالات، في أشياء بدها تصير، بس نحن عم نحكي وين حنوصل بعدين بلبنان، بالمستقبل؟ إيه بالمستقبل مش لبعيد لبعيد، وفي وصايا أجنبية على لبنان في وصايا إن شئنا أم أبينا، لبنان لحاله ما راح يمشي حاله، لا أجنبية. طبعا. في تطبيع بين الكويت وإسرائيل؟ مين عم بيسأل؟ حدا من هون ليك هذا ما فيني جاوبك عليه، بده تحضير، بوعدهم انه ولا بعدين اني جاوب عليه. عن كورونا في شيء جديد؟ كورونا جاني تقرير من قبل كم يوم تصديقا لكلامي،
حضرتك بعته من بريطانيا بيقول انه جائحة كورونا انه انتهت وراح يرجع كل شيء طبيعي، وانه بدنا نمشي معه مثل كأنه غريب رشحات. رشحات. صحيح. اوكي، المغرب في شيء شايف شيء عن المغرب، عن العراق؟ العراق الله يعطيه العافية، ألف عافية الكاظمي نعم. اللي عم بيعملوا هلأ للعراق واللي عم يشتغلوا للعراق. بنقول إنه العراق جاي على مراحل بإذن الله كتير اليوم مهمة وقعوا مع مصر ومع مهمة السعودية. مهمة مهمة مهمة. شوف اليمن، العراق، ليبيا بإذن الله، كمان يا ربي سوريا، إنه هالشعوب تعبت، طبعا صار له زمان. الدول اللي كانت منكوبة تعبت. فأنا بشوف إنه راح يحل السلام على هالدول بإذن الله، خصوصا العراق. خصوصا العراق. ما راح يسكروا لبنان 6 شهور؟ لا ما لا، مش مثل ما كنا ماشيين قبل، يعني إنه الحفلات مثل ما قالوا على التلفزيون، يعني ما منه توقع إن قال هالشي على التلفزيون. تثبيت على العمل. إيه، بس ممكن يرجعوا يفتحوا قبل 6 شهور، اوكي. ما حد القصة لأيلول يعني. بعد في شو؟ بعد في منصة حاكم مصر في لبنان، شو؟ سمعت فيها هاي المنصة؟ لا، تبع انه بصير فيك تشتري دولار من البنك بدل ما تشتري من ممكن لبنان. انها تصير، يعني ممكن انها تصير، بس هي قالوا عنها انه حتكون تابعة للسوق السوداء، يعني ما بدها تعرف. اي، ما هي هي. اوكي، شو بعد في؟ بعد في شيء انفجارات بس بلبنان؟ بإذن الله خلال سنتين أنا بقول إنه اللبناني بيرجع بيقدر يسترجع مصرياته. بالدولار. ما بعرف، بس إنه بياخد بيرجع بيسترجع مصاري. شو بعد في؟ انت حنيت حكينا عنها، الجزائر حكينا عنها، تونس حكينا عنها، وسوريا حكينا عنها. سوريا كان في حلقة لست ليلى على التلفزيون لنا، إذا حدا بحب يتابعها مفصلة أكثر. شو بعد في؟ الذهب رح يكون رقمي مثل البيتكوين وغيره؟ اي، برقمي. وعندك كتير، يعني قلنا اوروبا بده يصير فيها مزعزعات، حتى امريكا، بس انا كتير بتفائل للسعوديه، للامارات، قطر، وين دول الخليج كلها حتتحد وتكون ايد وحده، وراح تصير مش بس سويسرا الشرق، اكثر من سويسرا أكثر من الشرق. سويسرا الشرق. شايف شيء؟ حلم حلم. السعودية، حلم. إيران عم بيسألوا إذا شايف شيء لإيران. ليك هلا بهذا بالوضع هلا، كمان انا بقول من قلب الداخل الايراني رح يكون في تغيرات، يعني بتمنى انها تكون للاحسن، ان شاء الله يا رب تكون للاحسن. بس كل فترة بصير يعني هيك مظاهرات وبترجع بنفس الشارع، بس في، انا بقول في مفاوضات راح تصير يعني بين ايران وبين امريكا، لا محاله، بده يصير في مفاوضات. السعودية ست ليلى جاوبت اللي عم بيسأل عن السعودية، وكنت قلت قبل إنه في شيء بالمطار أو عن طريق المطار. وين؟ أنت قلت إنه في شيء بالمطار بيروت. لا، ما مش، لا سمح الله، شيء مش منيح. بس عم يسألوا هني إنه هو له انفجار ولا لا؟ لا 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 مش لا عاطل يعني. لا لا لا، أوكي، في شيء انفجار تاني ببيروت؟ ليك نحن من 75 زياد، ما خلصنا من هالشيء، يعني انه ما انه جديد، بس انه مش مثل قبل، يعني مش مثل قبل. هلا من وقت للتاني رح يصير في عنا بهالسنه شويه لخبطات، ما بدي نقز العالم اقول لا سمح الله اذا انفجار او اغتيال. في بعد فوضى، لكن انه لا بعدين، انا بشوف لبنان بيرجع على احسن ما يكون. شو هو الفيروس الجديد اللي حكيت عنه ست ليلى؟ ما هلا، يمكن بعد فترة، بس مش هلا. هي انه يمكن اكثر شيء بامريكا بده يجي نوع، هو نوع من ال في 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 اثنين نوع من الفيروس اللي بيجي بصوب افريقيا، ونوع من الحشرات اللي هي انا زمان حكي عنها بتاريخ يشرب وعندي الارشيف. نوع من الحشرات بتجي صغيره، يمكن قد البرغشه او اكبر، تمام. بتخلق، ايه، هي بتسبب
بتسبب كتير اشياء، بس اكتر شيء مش يمكن شايفتها صوب امريكا. عظيم. شو سلطنة عمان؟ شايفة شيء لسلطنة عمان؟ في سلطنة عمان اللي هي دايما عايشة بسلام مع حالها مع الدول العربية كلها، بشوفها بتفتح، يعني بتفتح على الدول العربية أكتر. صح، ما بتضلها هيك في منغلقة. ناس عم تسأل عن الضريبة بالسعودية، هل هي مطولة؟ أي ضريبة؟ ما كنت أنا عايشة هناك، يعني عشت هناك شيء بسيط، يعني مش مثل غير دول. إذا يشوفوا ضرائب بأمريكا شوفوا وبأوروبا عنا ويشوفوا عنا، بالعكس السعودية راح تكون حلم لكل إنسان بصراحة، على المخططات اللي عم يعملها ولي العهد محمد بن سلمان الله يطول بعمره. يعني اللي عم بيصير هلأ بالسعودية فعلا حلم. في كلمة حلم بترد؟ لا، هذا مش حلم. حلم انك انت فعلا تكون بقلب الرياض او بقلب السعودية، لانه يلي جاي على المملكة صحيح حلم من كل النواحي، بكفي فيه استقرار صح وسلام وأمن. وبتفوت على، لا يعني حياة رفاهية، حياة رفاهية. عظيم. في الله حل يخلي هالبلد آمن وكل الدول العربية يا رب. في حل للكهرباء بلبنان برأيك؟ في حل للكهرباء؟ في حل للكهرباء، بس مش هلا، كمان طبعا بده وقت. ما مش وقت كتير. يعني مثل نحن بنكون عم نحلم، بننام على شيء وبنقوم على شيء، صح بس مش قبل، يعني مش قبل اخر السنه، مش قبل السنه الجاي. بس انا بنظري انه راح اقول لك شغله لقدام، هيدي رؤيا، انتبه. بس رب العالمين هو بيثبت امتى الرؤيه. الوقت. ما بقى حنشوف موتورات بلبنان، الكهرباء بدها تيجي 24 24 وما بقى في موتورات. هيدي راح نشوفها، انه رؤيتي لمستقبل لبنان، يعني مش بكرة لا مش لا شهر مش سنة بكره. جمعة الجاية مش لا شهر طول فيكم. الإمارات وتركيا في مصالحة، في تصالح بين بعضهم وين؟ الإمارات وتركيا؟ تركيا انا قلت في بصير مصالحات بينها وبين السعودية، كمان بحكمة ولي العهد محمد بن سلمان. وبصير في، هو خلينا نقول عراب المصالحات الدول العربية هو الأمير محمد بن سلمان. في حج السنة أحسن من السنة الماضية؟ أفضل نعم، بس مش مثل العادة. لا بس أفضل من السنة إن الماضية شاء الله السنة اللي جاي بيكون أحسن. صحيح. عظيم. طيب شو بعد بدنا نحكي؟ الدولار أنت بده ينزل طول، قالتها كذا مرة. بالأردن حكيت عنها. طب فينا نحكي شوي عن توقعاتك ست ليلى اللي حضرتيها؟ ليك هو في حزن بأمريكا، في حزن ببريطانيا بس ما بعرف على شو، وفي حزن بفرنسا. هذول 3 دول مثل كيف بيقولوا تنكيس أعلام، ايه تنكيس أعلام. يعني نحن شخصية بننكس أعلام برأيك؟ شخصية، نعم قصدي مش انه ما شخص بعرف مين، بس بينكسوا الأعلام، في بس ما شيء. بعرف ليه. خلينا نقول بس إنه سؤال، آخر سؤال يعني قبل ما نبلش بهذا، شايفي شيء عن الوضع الاقتصادي ببلجيكا؟ بلجيكا هلا اوروبا كلها الوضع الاقتصادي ما حيكون منيح، لا هلا ولا السنه الجايه. في زياد، بدنا نقول نجاة احد الشخصيات البارزه بلبنان من محاوله اغتيال فاشله، ويمكن تكون هالشخصيه لاحد الوزراء او النواب، ان شاء الله بتبيق بالفشل. اوكي، هلا كنا عم نحكي على مطار رفيق الحريري الدولي، بيحتل الحدث الابرز من خلال المرحله القادمه لفتره بتتوقف بعض الرحلات. هلا ليه وكيف ما بعرف الجويه. الرئيس نبيه بري بيمنع الانهيار التام قبل الانفجار الخطير، وذلك من خلال المرحله القادمه. بعيده، لا إذا بدك رئيس عربي
بنشوفه بيرحل قريبا، بيرحل قريبا عن شعبه. اوكي، الشارع اللبناني بيشتعل من جديد وبخطورة أكثر، بيكون يعني أكثر من قبل لفترة، غضب بدك تقول بالشارع بيرجع بيصير. خلال المرحلة القادمة بنشوف انتشار لقوى عظمى بلبنان، وخصوصا على مدى الشاطئ اللبناني. قوى عظمى يعني قصدك غير اليوان؟ ما بعرف قوى عظمى ايه غير، يمكن اليوان، بس مش هلا، مش ضروري هلا. احدى مصاري الكتل النيابية زياد بنشوفها بالمستشفى، وبتكون بصحة حرجة للغاية، وبنقول الله يستر يعني، ان شاء الله لا يا رب، بس هيدي راح نشوفها هيك فجأة. خايفة انا بقول لك على بعض اعلاميين ومصرفيين من محاولة اغتيالي، انتبهوا. وبشوف بعض الاعلاميين او المصرفيين بيغادروا البلد لفترة خوفا من عملية اغتيال أو شيء. طائرات غير لبنانية بتحلق فوق سما لبنان هلأ ليه وكيف ما بنعرف، والتلفزيونات بتواكب الحدث. منشوف حادث أمني خطير بهز أحد مطارات العالم، وخاصة بأحد الدول يا العربية الأجنبية ما بعرف، بس خطرة يعني القصة بأحد المطارات العالم. أوكي، هيدي بالنسبة لهون. في بعد أسئلة معينة؟ في ناس عم تسأل عن غزة، شو وضع غزة برأيك؟ كشي لغزة؟ عم يسأل إذا برأيك رح يتثبت الدولار بلبنان؟ إيه رح يتثبت، بس مش هلا، بس بيتثبت، بس مش هلا، بيتثبت على الليرة اللبنانية وخلص. بس لأنه بطلع بيجي اتصالات. ايه شو كنت عم تقلي؟ كنت عم تقلي شيء على قلت لك الجنيه المصري انه كيف تثبت زي ما انا قلت. سبحان الله عطينا الرقم قديه وصار الرقم قديه، بس انه تاخذ جهد مني شوي. ما هلا في شركات، اربع شركات اللي انا مستلمتهم، فبهيك بالاشياء بالعملات وبغير عملات وهيك بعمل لها دراسه زياد لحتى اعطيهم الشيء المظبوط مشان ما يفوتوا بالحياه. هلا في كثير اسئله عن السويد، عن المانيا، عن السودان، عن